اهلا بكم. لا شك ان القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في الام الظهر. حقيقه ده علم، لكن طبعا القلق والتوتر مش هما الاسباب المباشره، دول عوامل تزود الالم، تزود المشكله. لكن الاسباب المباشره يعني هنا لما قالوا انه الام الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفيشن او زياده نتيجه القلق والتوتر، حيث ان هذا القلق والتوتر تؤدي الى سلسله من التفاعلات الكيميائيه في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات، على المفاصل، على الاوتار. اوكي، حلو قوي الكلام، لكن مش هو ده الكارثه. القلق والتوتر مش هو الكارثه، الكارثه في انك انت تسيء استخدام ظهرك. دول عوامل مساعده، دول اجريفيتنج فاكتور، دول القشه التي تزيد الم ظهر البعير. لكن الم ظهر البعير يا جماعه بيبوظ بحاجات كتيره تانيه، بيبوظ نتيجه ان انت بتشيل غلط، بيبوظ نتيجه ان انت بتقعد غلط، بيبوظ نتيجه ان انت بتدخل الجيم وتتعفرت على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبه زي ما بيقولوا، وتروح جاي شايل حاجه مش مناسبه ليك، بيزيد ان ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقه غلط، تشيل الفوتيل قد المرزبه عشان اخوها يجي يزورها في العيد ولا يجي يزورها في مناسبه، فتقول لك اما غير مكانه عشان يبقى شكله اشيك. شيل يا باشا، دب ظهر طق حضرتك قبل فرحك، بتتعافى قدام الناس وبتاع ويوم الفرح، فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزن من الاوزان ما شاء الله وكان، فتروح حضرتك جاي لك طق في ظهرك يوم فرحك، هذا امر في منتهى الخطوره. النهارده حوار مثير للغايه، زي ما انا قلت لكم التوتر لا عامل، لكن السبب في اللي احنا قلناه ده كتير قوي واكتر منه. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمه العلميه الكبيره والشارح الرائع جدا، بستمتع جدا بشرحه النهارده، نستمتع بوجبه علميه زي ما بيقولوا جراحيه على ارقى مستوى وفي نفس الوقت على اجمل طرح وبابدع طريقه شرحيه. ضيفي العزيز استاذ الاساتذه واستاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. ازاي اميز ان هذا الالم ليس الم عضلات؟ الم بدا يسمع في ايديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، الحق ده غضروف. اكتر من 80% من غضاريف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي اصل لسه حاصله النهارده. القضيه الكبيره انا لازم اتشخص عشان اعرف اتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافه المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجه لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمن وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضاريف في أولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير استاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور. انا انفعلت وانا بس مقدمه جميله الحقيقه، مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقه تستحق الكلام كتيرة ده كثيره جدا. انا عايز اتكلم على الالم في الرقبه والكتفين بالذات، هبدا الحوار النهارده. تمام. ليه بقى هبدا بالالم؟ لانه انا بتهيألي انه ده اكتر او من اكتر الاشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبيه المتخصصه في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقي. لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف. يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين، من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ،
الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله. الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده، مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فوقها. يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطه او في العضلات المحيطه بتحصل المشكله، وتحصل المشكله في الفقرات العنقيه. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقيه، هو حاجه ابداعيه جدا. ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبه للرقبه بالذات. يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصيه، لكن الرقبه موجوده، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا ولقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتي. اللي موجود في الفقرات العنقيه هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجه اسمها الاعصاب. دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه اصفر، عامل زي سلك الكهرباء لونه اصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي، ولازم يبقى محمي، ولازم محدش يجي جنبه. الحقيقه يعني الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناه العصبيه. ربنا خلق القناه العصبيه هنا فيها حفره او دايره في النص كده زي الاسطوانه، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهه، في اغشيه اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجه واحده، العصب هو مجموعه من الالياف حسيه وحركيه. في الجزء الحسي اللي بيبقى قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو ابعد شويه من الغضروف. وده بياخدنا لنقطه الاحساس بالالم. هو الالم اللي بيجي الاول ولا الضعف اللي بيجي الاول؟ الالم بيجي الاول. علشان ايه؟ العصب خلاص ده اقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالالارم بتاعنا واللي انا بسميه رحمه ربنا لنا هو الاحساس بالالم. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل ان انا اخلص من الالم. والحقيقه هذه هي النظره القصيره والقاصره جدا في علاج مشكله في الفقرات العنقيه او القطنيه. الالم عرض وليس المرض. المرض ان انا في حاجه هي اللي جابت الالم. الالم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من اكبر النعم، لانها لو يعني لو فقدنا هذا الاحساس بالالم الحقيقه بندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجي له اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح، جلطات، لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم ديت مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه، ما اقدرش رقبتي بيحصل فيها تيبس، ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال، ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها، ما بقدرش ارفعها. كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو الرهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى في احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد، من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده التلات صابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابه بتاعتنا علشان تشخيص، ونبدا نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكله. انا عندي مشكله واهملتها، سبتها غضاريف، ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك دي نماذج. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق. انا عايز اشوف ايه القسم. اقنعناه نعمل اشعه رنين مغناطيسي. تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و6، الغضروف حجمه ضخم جدا. والغضروف ما بين الفقره 5 و6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي. عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوه المريض بتاعنا وجع، تنميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدأنا ندخل في مرحلة الضعف في الإيد وقبضة الإيد ومش قادر أتحرك بيه. البداية بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شوية بشوية وأنا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحلة إن عمل انسداد وإنغلاق للقناة العصبية. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حتة يدخل عليها إلا المنطقة بتاعت الحبل الشوكي. لأن كل المنطقة المحيطة حواليه عظم مش هيعرف يخترقه. فأضعف مكان هي المنطقة اللي حوالين الحبل الشوكي. يبدأ يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين. طب إحنا سايبينه ومستحملين. طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه
وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكل الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابع والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجه بنسميها ضمور. كلمه ضمور يعني الحبل الشوكي يا جماعه عامل زي النهر، النهر اللي ماشي ابيض في النص ورا العظم. تخيل بقى انت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناه صغيره جدا ضيقه جدا. ده بيكون على حساب مين يعني؟ ده بيكبر على حساب ايه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب انا يعني بتالم وبتوجع وكنت مستحمل، ربست رقبه، رحت عملت علاج طبيعي وارجع بعد كده انا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعه والخامسه، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبه بنشوفها. والقضيه بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع ده حد الرقبه بقت في خمس فقرات كلهم قافلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيق في القناه العصبيه وبدا يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام، نفسي اقدر امسك حاجه، نفسي اشرب كوبايه الميه، واخد بال حضرتك كريم؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا، يعني انت بتبقى متعاطف معاه جدا. يعني هو وصل لمرحله او الست وصلت لمرحله لا عارفه تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفه تعيش. هو ده سؤالي، هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي، ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي يا دكتور عماد. يعني عارف رباعي بقى يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك، يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيقفش عند الكلام ده. العلم ما بيقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده. انا لو عندي غضروف لازم اشيل الغضروف. كنا الاول نشيل الغضروف وناخد قطع عظميه سواء من الحوض او سواء من الجزء من الفخذ او حاجه، وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية. ده انا باخد، شوف دي كل دي مقاسات، مقاسات لحجم الغضروف، ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا، مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها، لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه، ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي الزوايد العظميه بتاعتها ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي. يساعد على الثبات بقى، يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا. وما قلقش يتحرك، يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عامل لهم العمليه بيلعبوا كوره وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط، بيلعبوا اثقال، بيرفعوا حاجات تقيله جدا، او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان تعرف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء، المحامين، المحاسبين، البنوك، بتاع بتوع البنوك دول طول اليوم هم امراض البنوك دايما دايما والمعلمين والمدرسين المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من يعني وبرضه كتير من الاعلاميين. هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول لك القعده، وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه فيها ثبات شديد جدا. لا فرده صعب جدا. فرده لازم تبقى قاعده فرده. حاولوا يقولوها لي، قلت لهم لا انسوا. لا انا بقعد كل شويه اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس لازم نحترم جدا العمود الفقري طبعا، لان احنا عندنا النهارده لازم نحل المشكله اذا كانت موجوده وما ينفعش نسيبها وما ينفعش نتاخر عنها. لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او اصابه الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه اشعه، نبص عليها على الاشعه تلاقي بدات تظهر بقعه بيضه في الحبل الشوكي. البقعه البيضه اللي في الحبل الشوكي دي هي عباره عن بدايه الضمور في الحبل الشوكي. هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصل له دم،
لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ناخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده، ممكن يبقى عند غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي، لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عدناش بنعملها جراحه عاديه. عمليه الرقبه بتتعمل جراحه بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال الفقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متاخر دكتور عين، يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناه العصبيه وغضاريف اماميه وضغط خلفيه وما يستحملش عمليه كبيره، ده ممكن نعمل له حاجه بنسميها توسيع للقناه العصبيه من الخلف. طب بنعملها ليه عمليه توسيع القناه العصبيه من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عمليه من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبه من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقه. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدا نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدا بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهميه وله لازمه، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده ودي فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عندي غضروف واحد اشيله وخلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى، ده من ضمن التركيبات البديله لما بيبقى في عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف، ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه، تبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره، طب لو عندي 5 فقرات بقت الشريحه كبيره، يبقى هنا فقدت المرونه بتاعت الايه الفقرات لاني ثبتها. في عملوا ناس تعتقد انها ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش عارف احرك رقبتي بالظبط. عملوا لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيده جدا في الحركه والمقدره. دي نوع من الشرائح اللي بنسميها الشريحه الذكيه. هي شريحه فكرتها بسيطه جدا، هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت 3 أجزاء او 5 أجزاء. هي ذكائها في الحركه، هي ذكائها في الحركه. يعني هي بدات تدير رينج، يعني مثلا نفترض ان طولها مثلا 3 سم لو ضغطتها تبقى 2 سم بقت عامله زي السوست. دي تديني الليونه لما نشوفها هنا راكبه في الرقبه، الحقيقه بيبقى منظر بديع جدا يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصة بالرقبة برضه، لأن في ناس كتيرة جدا بتفكر إن دي تنفع في الظهر، لا هي ما بتنفعش في الظهر، هي دي مخصوصة لأن دي مايكرو، منفوع مخصوصة للرقبة. مايكرو يعني صغيرة. مايكرو صغيرة بالظبط، وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن، هي عشان تثبت وتسمح بالحركة. بتتركب ها في نقط اتصال بجسم الفقرة، والمسافات اللي هي بتاعة الغضروف نفسها بنبقى سايبينها، واخد بال حضرتك؟ طيب إحنا عايزين نتني رقبتنا، تتني تنزل عامل زي السوسته بتاعت العربيه، زي المساعدين بتاعت العربيه كده. ها طب بتفرد، انا برجع رقبتي لورا بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها دي اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعه العمود الفقري، يعني مثلا اصابات الخبطه، الكسر، الشرخ، الزحزحه الفقريه، اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده، بلاش شرايح، بلاش مسامير، بلاش تثبيتات، بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده، ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف، ها خلاص دخلنا بالمنظره اهو، وصلنا عند جسم الفقره، نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه، نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه، وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء، يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده غضروف متحرك حديث جدا، وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي 4-5 غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته ماده اسمها تيتانيوم، بس اتعمل متغطى بماده، يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالتصاق بالعظم الطبيعي، بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكس عليه لكن ما يلحمش معاه، ده بدا يلزق معاه، يعني معمول بتكنولوجي معينه بحيث انها تمسك فيه، تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل دي الالات بتاعه التكنيك ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه
ما نقدرش نعمل ده عمياني كده. ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج يعني. انا على جهاز اشعه. لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الشوكي. انا خايف منه. لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج يصور وانا جوه العمليه. انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها. بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه. وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده. الاخطاء البشري يعني بحاول اقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور او انا اخباري ايه بعد العمليه هتحسن بنسبه قد ايه. السؤال ده اجابته عند حضرتك ان احنا بقالنا قد ايه تعبانين سيبنا نفسنا كام سنه من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه. يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا. لا معلش هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور ممكن نوصل لسنه او اكتر. لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحلة ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف ده انا الفقرات تأكلت معايا ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا. التقنيات الحديثة هتحلل جزء من الموضوع لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني هو لازم يقوم بدوره برضو معايا يعني لازم يبدأ يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعادة تأهيل العصب او اعادة تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفية ممكن تتجدد بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه. احنا دايما بنحسب مساحه يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه. المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي. المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد ياخد 40 يوم. السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب انا محتاج 40 شهر. 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني عشان يرجع. ما اصل القضيه مش بتاعتي انا مش هعرف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه وعندنا وسائل متعدده جدا يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير والحركة. ودي الحركه هي بتتحرك وبتمشي يعني الطب بيحاول يقدم الحلول. بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي. في غضاريف بتتعالج 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. من غير عمليه بس تعالى لي امتى؟ بدري بدري. ناس كثيره جدا بتسمع التعليمات ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه بس كمل الجمله مش لا تقربوا الصلاه بقى. كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه. وكالعاده بنستمتع جدا باسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقه التشخيص الى منطقه الاعراض الى منطقه العلاجات واحتمالاتها بطريقه فيها من الرشاقه العلميه ما هو معهود عنك وفيها من المصارحه في الجزء الاخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحة مع الناس في انه لازم يهتموا بصحتهم. ونحن نتحدث عن الجراحة الاكثر دقة الجراحات الاكثر احتياجا عند الناس جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهية لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد اجازه الاولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي لكن في المخ والاعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الان يعني الان الكلمه دي ليها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا لكن في الطب لا دي حقيقيه ناو تعني الان الان فعلا. نورتنا يا فندم ربنا يخليك يا فندم ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي كان مبدعا كالعاده في الدكتور. خليكم مع الدكتور.